السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على مؤمن. نهار اللي قال لكم باللي عدلي عوار أي تنوري يعني ما غاديش يكونوا، يعني ما يعطاوش، يعني ما غاديش يكونوا وين في المنتخب الوطني، ودايرين لك تيتر شباب ايت مؤمن ايت قاسي، وين قال لك ينهي الجدال حول يعني ايت نوري عدلي وعوار، ما يعني ما غاديش يلتحقوا بالمنتخب الوطني الجزائري. بالفيديو تاعو قلت لك، وعندي فيديو ان شاء الله بربي باين نزيدو نديرو لي فيديو. النهار اللي قلت لهم بلي هذا اللعابه المحترفين يخافوا في لافريك، كاين الفيديو ورا كاين فيديو، غادي نقعد ناسوي كي تشكر الدوري الخليجي. خاص تولي يهضروا معك يعيطوا يقول لك اشكرنا الدوري الخليجي، غادي فانيك، غادي نجبد لك تاع النهار اللي كنت تعاير في بالفوضيل. قلت لهم ما عندنا ما نديروا بلعاب يروح يلعب في الدور الخليجي، ضروك راه عندنا شواري تاع لعابه، شواري تاع لعابه يلعبوا في الخليج. اخرج وهدر، اخرج وهدر، اخرج وهدر، راه عندنا اللعابه، اخرج وهدر، قول باللي ما عندنا ما نديروا باللعابه تاع الخليج. ولا راك خايف، راك خايف، قولنا راك خايف، قولنا هذه هي. اسمعوا تشوش هدر هنا يوم بعد اسمعوا. اذا نبديو، يلا نبداو. قلنا على لاعبين اللي سالتوني عليهم، اوليز فابر، رومان فابر، اللاعب امين كويري، اللاعب ايت نوري، خلي زيد. كاين ناس قالوا لي مؤمن في امكانيه عوده عوار. يا جماعه الخير، يا جماعه الخير، وراه المدرب اللي يقدر يستغنى على امين قويل، وراه المدرب اللي يقدر يستغنى على اللاعب ايت نوري. بصح الكذب حرام، ما تكذبوش، اتصلوا بيهم، ما حبوش يقولوا نعم للجزائر يومنا هذا. عدلي كذلك، انا عدلي حاورت لوبيز، ماكسيم لوبيز، وحاورت عدلي في 2019 من بالماضي دا لاكوب حطها في مارسي. اول حادثه تصرى مدرب افريقي يديها. رونارد داها زوج خطرات في لافريك، داها مع زومبيا وداها مع الكاميرون ومع كوت ديفوار، ما دارهاش. اليو سيسي بزاف بزاف. نعم للجزائر يومنا هذا. ما سمعتش. نبداو. ابدا. يلا نبداو. قلنا على لاعبين اللي سالتوني عليهم، اوليز فابر، رومان فابر، اللاعب امين كويري، اللاعب ايت نوري، خلي زيد. كاين ناس قالوا لي مؤمن في امكانيه عوده عوار. يا جماعه الخير، يا جماعه الخير، وراه المدرب اللي يقدر يستغنى على امين كويري، وراه المدرب اللي يقدر يستغنى على اللاعب ايت نوري. بصح سمحوا لي، هذا مدرب شا كان يهدر، كان يقول باللي هذو اللعابه وعدوني ووعدتهم باش نروحوا لكم ديمون، ما نزيدش اللعابه وحد اخرين. كان يقول فيها هذا، يخرج يقول لك وين المدرب، على بالنا مدربين وحد اخرين. كو كاين مدربين وحد اخرين اللي بغاو يخدموا، كل اللي بغاو يخدموا، كو كاين مدربين وحد اخرين كانوا باغيين يخدموا، على بالك شا يديروا، يروحوا يجيبوهم. صح، انت في هذاك تهدر الصح، بصح ما تقولش باللي المدرب ما اتصل بهم، ما اتصلش بهم. وراه عندنا الفيديو زاتشي يقول لا انا لا المدرب اتصلنا بهم، راه عندنا الفيديو ساعه من خطره نديرو لكم. هذه هي. كذب حرام، ما تكذبوش، اتصلوا بهم، ما حبوش يقولوا نعم للجزائر يومنا هذا. عدلي كذلك، انا عدلي حاورت لوبيز، حاورت لعيب الطاهر، لا حاورت لعيب كثر، إجابتهم لم تكن إيجابية للأسف. هذا لا يعني أنهم ليسوا جزائريين، لا والله، من أنا حتى أجرد
صح كنت تعاير في عوار وتعاير وكنت تدير مناشر يعني باش هادوك لي باطار اللي كانوا اللي داروا عليك لي باطار اللي داروا عليك ولاو يعايروا فيك لي باطار جماعة داك بولحية لي باطار بولحية ولي باطار اللي معالي ولاو يعايروا فيك انت كنت تدبرهم يعايروا دير مناشر باش يعايروا انت كاين سفيان عدلي وكاين ياسين عدلي سفيان عدلي داير سفيان عدلي هذا داير منشور باللي انا ما نلعبش روح جبتها وجي تجري والناس تعاير في عدلي ايت النوري انت بسببك الناس ولا تعاير فيه قويري بسببك ولا تعاير فيه عوار انت الاول عوار انت الاول صباع تصباع لله على السبعة عصباع درت منشور قدام لا تتقهوى راني عاقل 2000 ب 2000 فا قدام لا تتقهوى روح درت منشور قلت لهم بلي عوار ما يجيش منا طايح ونايض وتاكل في روحك والناس ياكلوا في روحهم ها وين عوار غادي يجيك عدلي يجيك واه انا عندي المعلومه المدرب تاعنا تاع المنتخب الوطني صح قال الرئيس الاتحاديه قال لهم انتوما هضروا معاهم انتوما كملوا معاهم انا كي يجوا هنا نهضر معاهم هذه على بالي بها قال لهم كي يجوا هنا نهضر معاهم انا ما نطيحش النيفو نروح نهضر معاهم في ديارهم ولا نروح نتبعهم قال انا كي يجوا هنا نهضر معاهم ولا جاو ولا عيط لهم خاطر بنادم اللي مازال يتبع في كي يسموه يقارع السليماني ماركي في يديروا له ستوري تاعو يديروا له يعاود يجيبه ما شكيت ما شكيتش نروحوا بعيد احد من جزائريته ووطنيته ولكن كل واحد ربي يفتح عليه وربي يسهله درنا واش لازم باش نجيبوهم تحكي الامور ما نقدروش نولوا نديروها رانا في ازمه ليس كالسابق اليوم عندنا لاعبين دوليين يشتغلوا في ميلان في مانشستر سيتي في موناكو في ليون الحمد لله ولكن اهدر عليهم قول لهم هم جايين اهدر عليهم انا نقول لك مؤمن اهدر اهدر عاود دور عاود قلب ذاك البيسه اللي لابسها قلبها البيسه هذه قلبها قلبها كما سطرتك كما يطردقوا هذوك اصحاب الوجوه القبيحه كما ذاك الغياط وهذاك بودعيه وهذو زوج خاوان ذوك اللي هادو اللي كانوا يعايروا فيهم خرج خرج عاود دوروا عاود دوروا 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 شيتوا لهم مليح اضربوا لهم شيته اضربوا لهم شيته اضربوا لهم احنا 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 كنا حنايا من نهار الاول نهضروا عليهم اضربوا لهم شيته مليح اضربوا لهم شيته مليح انا نقول لكم عاود دور بالك يدوروا بالك منا ما خادش يتبعوك على بالك غادي يكون تقول كلمه باللي غادي يجوا غادي كاي يصبحوا يجوا يجوا انا نعطيك حاجه عدلي اوفيسيال في ليكيب ناسيونال غادي يشوف عدلي ما كاش اللي غادي يقلعه هو وعوار هادو غادي هم جايين بصح الناس ما تكذبوش علينا تقولوا لنا المدرب اتصل بهم المدرب ما اتصلش بهم كيما بغيتو اتهموها اتهموا انا مانيش ضد المدرب بصح راني نقول لكم ما اتصلش بهم اتصلوا بهم للاتحاديه واتهموا مع المدرب قال لهم انا ما نهدرش معاهم انا كي يجوا هنا نهدر معاهم ما دام اللعابه تاعو ما اعتزلوش دوليا بالماضي يقعد يلعب اللعابه تاعه غدوه يولي في غولي لعب في غولي غدوه ان شاء الله كل حد يمركي سليماني يولي سليماني انا مانيش فاهم هذا بالماضي في 2019 سليماني كانت عنده 28 عام ما كاش دايروا البريمي شوا تاعه كان داير بونتياح وداير ديلور من بعد ميوي راهي عنده 34 عام دار بريمي شوا تاعه انا والله مازال ما فهمت والله ني دي فوا يجوني هذو الصوالح كيما نقول كيفاه 2019 ما كاش داروا بريمي شوا والسنة على وميري عنده 34 عام راه دايروا بريمي شوا انا ما فهمتش حاجة هذه مازال ما فهمتهاش سؤال يبقى مطروح عند المدرب 28 عام ما كاش تاكل عليه 34 عام راه تاكل عليه هذه حاجة مازال ما فهمتهاش أنا مازال ما فهمتهاش لليوم مازال ما فهمتهاش هذه هي على ذيك اطرحوا لي السؤال بالك يجاوبكم أصحاب التبهديلة بالك يجاوبكم عذروها الصح هذه هي حقيقة ماشي كذب ولا هذه صح أيا مؤمن عاود عاود قلب بيستا وهضر عليهم عاود ما تنساوش عطونا جيم عطونا كومنتير
وبارطاجونا الفيديو باش نقعدوا معكم ديما جديد ان شاء الله بربي، وربي يحفظكم ان شاء الله. صحيتو.